في هذا الفيديو راح نوجد intervals of continuity ل two functions, one of them is square root, the other one natural logarithmic function. So خلينا نشوف كيف بنتعامل مع كل واحد فيهم كل طريقة كيف. أما هذا فاللي شاف الفيديوز اللي قبل, هذا الراديكانت اللي هو x minus 3 supposed to be greater than or equal 0. وطبعا هذه linear inequality زي ما انتم شايفين, sorry linear inequality, ولأنها linear بس نقلب 3 to the other side وصار عندي x greater than or equals 3, بمعنى أن الانترفل of continuity من 3 حتى الانفينيتي وهي closed هنا لأنه في عندي equal, وعند الانفينيتي دائما الانترفل تكون open 1, ما بصير تكون closed under any circumstance. أما فيما يتعلق باللين, اللين مشابه للراديكال ومختلف أيضا, يتشابه معه في أنه x minus 3 أي ما داخل هذا اللين supposed to be greater than 0, cannot be equal, لأنه إذا اللي داخل اللين 0 اللين undefined at 0. حاول شوف على الكالكوليتر, إذا عملنا لين of 0 رح نصل لهذه النتيجة math error اللي بتعطينا indication إنه عم نشتغل إشي غلط. ما في شيء اسمه لين of 0, so supposed to be greater, always greater than 0. So we will flip 3, so x greater than 3, يعني الانترفل of continuity من 3 حتى الانفينيتي هذه open وهذه open, لأنه زي ما انتم شايفين ما في عندي equal بهذه الانيكواليتي. واسمحوا لي ان اعرض عليكم ايضا المسألتين التاليتين, رح يكون عندي square root of 3x minus x squared ورح يكون عندي ln of 3x minus x squared. ابقى معنا يا رعاك الله وتابع كيف نجد الانترفل او الانترفلز of continuity for both of them, وشكرا.